إحدى المجتمعات وتقول أقطن الآن في قرية في ألمانيا. وسؤالي هو: تعرضت لكسر فقرة من فقرات العمود الفقري في رمضان، ويجب أن أتمدد بشورة عامة على الفراش، ويجب ألا أتحرك كثيرا، فكيف أصلي؟ مع العلم أني أصلي على جنب، وصليت يوما بوضع الجلوس، ولكن قالوا لي هذا غير جيد للصحة، لأنني أنحني في الركوع والسجود قليلا. ماذا أفعل؟ هل أصلي على جنب؟ اشرحوا لي كيفية صلاتي وحالي ما ذكرت. جزاكم الله خيرا. المريض يصلي على حسب استطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، في رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ويؤمن بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا كنت لا تستطيعين الجلوس، لا تستطيعين القيام ولا الجلوس ولا على جنب، وإنما تستطيعين وأنت مستلقية، فصلي وأنت مستلقية والحمد لله، وتكون رجلاك إلى القبلة إذا تيسر ذلك. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتومئين للركوع والسجود بالرأس، وتجعلين الإيمان بالسجود أخفض من الإيمان للركوع. نعم.